أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم أنا جايب لكم معي كلمة رائعة، هذه حتأثر في حياتكم، حتعمل تغيير كبير، يعني خلينا نقول 180 درجة لو أنت التزمت بهذه الكلمة، وهي كلمة سافرز. طبعا من وين أتت هذه الكلمة؟ من كتاب معجزة الصباح اللي هو ميراكل مورنينج. طبعا قرأت هذا الكتاب، يعني خلينا نقول أغلب هذا الكتاب قرأته واستفدت من هذه الكلمة الرائعة. طبعا هذه الكلمة أنا بمارسها، يعني بمارس ما تدل عليه من يعني مدة زمنية طويلة، ولكن أنا بحب أأكد على هذا الكتاب وروعته أنه أنت تقرأ تفاصيله، فهذا بشجعك على ممارسة هذه الكلمة الرائعة وهي كلمة سافر. سافرز طبعا اختصار لستة بنود رائعة أنت حتعملها في يومك، حتخلي يومك يعني كله إيجابي ورائع، وهذا حتعطيك شحنة وطاقة إيجابية. وخليني يعني مع هذه الكلمات، وما بدي أطول عليك كثير، ولكن خليني أذكرك بضرورة الاشتراك في قناتي، تعمل لايك لهذا الفيديو لصار لغيرك. طيب نرجع للكلمة الأولى وهي أس. ما هي اختصار كلمة أس؟ هي سايلنس. يجب عليك أن تمارس الصمت لمدة 5 إلى 10 دقائق يوميا، خصوصا في الصباح من الباكر أو ما قبل النوم. المهم أنه أنت لازم تمارس الصمت لمدة 5 إلى 10 دقائق، لما له من فوائد رائعة على الصحة العامة وعلى الذهن وعلى العقل. فضروري أنه إحنا نمارس الصمت لو لمدة 10 دقائق يوميا. أما بالنسبة للحرف الثاني فهو إيه، وهو اختصار كلمة affirmations، وهي التوكيدات الإيجابية أو التوكيدات الذاتية اللي أنت دائما تعطيها لعقلك، وعقلك بيمشي أو يعني ينفذ ما تلقنه له. خلينا أحكي لك يعني مثلا ما هي فائدتها، أنه دائما تعطيك طاقة إيجابية وشحنة إيجابية لفعل الحدث اللي أنت بتكون خايف منه على الأغلب. يعني مثلا أنا في امتحان لما كنت أدي الامتحانات دائما كنت أعطي نفسي توكيدات إيجابية ورائعة، أنه أنت حتكون قادر على تجاوز الامتحان، حتنجح في الامتحان، حتاخذ علامة رائعة وجيدة، وحتكون أنت شيء رائع في هذا الامتحان. هذا كان يعني يعطيني الشعور بالإيجابية نحو هذا الامتحان وأديه بشكل رائع وجيد كما يعني أتوقع. خليني أحكي لك، ممكن أيضا تستخدم هذه التوكيدات الذاتية والإيجابية في أي وقت وفي أي إيفنت أنت بتحتاج، يعني بتكون في نفسيتك ضعيفة أو بتكون في نوع من الخوف يساورك، فبالتالي هذه التوكيدات الإيجابية والذاتية حتساعدك بشكل كبير، خصوصا لو أنت دائما بدأت فيها نهارك أو عند الاحتياج. طيب خلينا نجي للحرف الثالث. الحرف الثالث وهو يعني من اختصار كلمة سافر بنذكر فيها، هي الفي. الفي اختصار كلمة فيجواليزيشن، يعني التخيل. دائما حاول تتخيل نفسك في المواقف الصعبة، انت موقف بتخاف منه، تخيل نفسك انه انت اديت هذا الموقف وتجاوزته يعني بشكل رائع وناجح. مثلا انا بخاف من تدريب او من مثلا اني اعطي مثلا محاضرة او خطاب امام الجمهور او عدد من الناس، تخيل نفسك انه انت واقف على المسرح وتعطي بإلقاء جيد وفي عندك روعة وفي عندك ثقة بنفسك و الى اخره. بالتالي هذا التخيل يعني بيعطيك يعني يساهم بشكل كبير او بنسبة في انه انت تنجح في هذا الاختبار، مثلا انه انت تلقي خطاب امام الجمهور او اعطاء دورة تدريبية وهكذا. شوف انت الموقف اللي بتخاف منه صديقي، او الموقف اللي انت يعني هناك يساورك مخاوف وشكوك، وحاول تتخيل الحدث قبل وقوعه بذهنك او بعقلك الباطن، هذا يساعدك على تجاوزه بشكل كبير. تبقى لدينا 3 حروف وهي الحرف الرابع وهو اي، سافر اي اكسرسايز، يعني انه انت تمارس تمارين رياضية لمدة 10 دقائق يومين على الاقل، او ممكن تمارس ثلث ساعة مثلا او نصف ساعة حسب ما انت تكون قادر وحسب يعني ما يكون عندك يعني مزاج او ارتياح لممارسة التمارين الرياضية، ولكن لا تثقل على نفسك، على الاقل مارس 10 دقائق اي اكسرسايز، يعني تمارين رياضية. خليني اجمعك للحرف الخامس وهو الحرف R. R يعني reading، انه انت تقرأ لو على الاقل 10 دقائق الى نصف ساعة. وخلينا احكي لك، لو انت قرأت على الاقل بس 10 دقائق يوميا هتلاقي معك في الشهر 300 دقيقة، بالتالي تقريبا يعني خلينا نقول يعني ما يقارب 5 ساعات يعني في الشهر تقريبا انت ممكن تختم عدة كتب، تقرأ عدة كتب. عشانك ما تهمل العشر دقائق يا جماعة، يعني دائما لو ما في وقت عندي فراغ للقراءة دائما بكون حريص اني اقرأ 10 دقائق على الاقل لو قبل النوم. بالنسبة للحرف الاخير وهو حرف S، وهو سكرايبينج. سكرايبينج يعني اختصار الكتابة. حاول انه انت دائما تعبر عن ما يرابطك في مشاعرك او المواقف او الايفنتس اللي بتمر معاك او بالممارسة، الذكريات الرائعة الايجابية او حتى الذكريات السيئة. حاول انه انت دائما تدون هذه الذكريات في مذكراتك، دفتر مذكرات خاص بك. هذا جماعة بيعطينا يعني احيانا بشعور من الثقة والغبطة والفرح والسعادة، وانه انت توثق كل شيء يعني
في دفتر ملاحظات رائع، او خلينا نسميه دفتر يعني المذكرات اليوميه. هذا ممكن انت ترجع له في وقت اخر يكون سبب فرح وسعاده لك، فيعطيك يعني حتى شعور مثلا بالانجاز، او ممكن ترجع له ممكن يفيدك في مثلا في لحظات الانجاز، ان انت تكون مدون هذه اللحظات، فبالتالي ايضا يعطيك شعور بالانجاز والانتاجيه. عشان هيك حافظ على انه دائما دون تم سكرايبنج كتابة على الاقل لو 5 دقائق او صفحة واحدة مثلا، يعني كل اسبوع تعمل مرة او مرتين مثلا يعني سكرايبنج، هذا يعطيك يعني شعور بالانتاجية والانجاز والسعادة. في نهاية حلقتي بحب اشكرك لانه انت بقيت معي لاخر هذه الحلقة، طبعا ما تنساني من الاشتراك واللايك لهذه الحلقة، وخليني اذكرك كلمة سابر هي اختصار طبعا لكلمة اس هي سايلنس، A هي طبعا الافيرميشنز، خلينا نقول لك ايضا كلمة سابر V فيجواليزيشن، R ريدنج، E اكسرسايز، S سكرايبنج. حاول ان انت تحفظ هذه الكلمة وتمارسها بشكل عملي وواقعي، لانه حتتغير حياتك بشكل يعني او باخر 180 درجة، لو مش 180 درجة حتتغير 90 درجة، لكن حاول ان انت تمارس هذه الكلمة بشكل او باخر ولفترات زمنية بسيطة، حتلاقي نفسك يعني في نهاية العام انجزت انجاز رائع. واعتمد هذه الكلمة ان شاء الله مع بداية العام 2022، وكل عام وانتم بخير، وتابعوني وربنا يوفقكم ويسعدكم بإذن الله تعالى.